كل يوم والتاني بتشوفوا في الأخبار نجمات سينما أو مسرح أيا كان، نجمات أجانب أو عرب بيتزوجوا من رجال أصغر منهم في السن، نجمات كبار معروفين على مستوى العالم بيتزوجوا من رجال أصغر منهم في السن سواء كانوا عرب أو أجانب، يا ترى إيه الأسباب؟ هنتكلم من الناحية العلمية والنفسية، ايه اللي يخلي نجمة كبيرة مشهورة تتزوج من رجل أصغر منها في السن، ممكن يكون في فارق عمر كبير ما بينهم. اول حاجه هنتكلم عنها الحب. مين قال ان ممكن واحده تكبر وخلاص تبطل تحب؟ هو الانسان عمره ما يبطل يحب مهما كان سنه، فما فيش شك ان مهما كانت الواحده عندها 40 سنه 50 سنه 60 سنه تستمر في الحب وتحب تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر وعشرين، الحب ملوش نهايه. ده اول سبب ممكن يكون يخلي واحده كبيره او نجمه كبيره مشهوره تتزوج من شاب صغير. تاني سبب، مش كل النساء بيحبوا يشوفوا شخصية الأب في الزوج، يعني المعروف في المطلق البنت لما بتتزوج بتحب تشوف في زوجها شخصية الأب، يعني يحتويها ويخاف عليها ويشيل عنها مصاعب ومتاعب الحياة وتحس معاه بالأمان وتجد فيه شخصية الأب، لكن مش كل النساء بيحبوا ده. في نساء ما بيحبوش ده خالص، بالعكس بيحبوا يكونوا متحررين مسؤولين عن نفسهم، ما يحبوش الشعور بتاع الشخص الأكبر منهم في السن اللي هو يقوم بدور الأب ويخاف عليه ويطبطب عليهم، لا هم عايزين يتعاملوا مع شاب أصغر منهم في السن ويكونوا هم مسؤولين عن نفسهم ويكونوا هم مسؤولين عن حياتهم ويكونوا هم مسؤولين عن كل تصرفاتهم وتكون ما بينهم علاقة عاطفية أو يكون ما بينهم علاقة حياتية، يعني زوج وزوجة طبيعية جدا من غير ما تبقى محتاجة أن شخص يحتويها ويطبطب عليها ويحنو عليها، مش محتاجة ده خالص، هي محتاجة زوج من غير ما يكون فيه شخصية. اكيد في سبب كمان متعلق بالعلاقة الحميمة. المعروف طبيا ان الرجل بيوصل لذروة قوته الجنسية او قوته في العلاقة الحميمة ما بين 18 ل 25 سنة، والنساء بتوصل للذروة ما بين 35 ل 45 سنة. وطبعا زي ما انتم شايفين الفارق في السنين، الرجال في الفترة دي بيكونوا عندهم مشاكل كتير، ضغط وسكر، ممكن كمان امراض في الجهاز التناسلي زي سرطان البروستاتا مثلا. وبالتالي بالمجمل بالمختصر يعني ان الراجل، لو احنا هنتكلم ان الراجل اكبر من زوجته في واحدة عندها 45 سنة فزوجها مثلا عنده 50 سنة او 55 سنة ايا كان المرحلة العمرية بتاعته اللي هو اكبر منها، وبالتالي هتقل كفاءته او هتقل قدرته الجنسية فيه وهيبقى اضعف في العلاقة الحميمة، في حين انها بتبقى في ذروة العلاقة الحميمة والراجل مش بيقدر يؤدي الأداء. أنا بتكلم طبعا كلام في المطلق، يعني أنا ما بقولش إن كل الرجال بيوصلوا لـ 40 50 سنة بيكون عندهم مشاكل في العلاقة الحميمة، لا خالص، في رجال ما شاء الله 60 و70 و80 يعني ما شاء الله ربنا يديهم الصحة. أنا بتكلم كلام علمي وفي المطلق، ما بوجهش ما بعممش، يعني ما نقدرش نقول إن كل الرجال طالما الشاب عدى 25 سنة فبقى ضعيف في العلاقة الحميمة، لا خالص، في رجال ما شاء الله 30 و40 و50 و60 و70 بيبقى عندهم قدرة يعني طبيعية وما فيهاش، ما عندهمش مشاكل يعني. لكن انا بتكلم في المطلق برضو وبشكل عام ان الرجال بتبقى قدرتهم في العلاقة الحميمة بتبقى في مرحلة اقل شوية، يعني بتبقى ما بين 18 ل 25 سنة، لكن النساء بيبقى من 35 ل 45. وبالتالي السيدات اللي هم النساء اللي سنهم اكبر بيبحثوا او بيحبوا ان هم يتزوجوا شاب صغير او رجل صغير في السن بحيث يكون اقوى في الناحية الجنسية وبتكون عنده قدرة جنسية اقوى. كمان الشباب الصغير بيبقى لسه عندهم القدرة او النشاط الذهني اعلى، يعني الشاب الصغير بيبقى لسه متفتح عنده افكار جديدة، يعني بالبلدي كده بيثير حالة الاعجاب، لان المرأة بتبقى دايما عايزة تشوف زوجها وتبقى منبهرة بسلوكياته، ولذلك ممكن بعض الرجال، ده كان يعني من الشخصيات اللي مرت عليا كانت بتجيلي الشكوى دي كتير، ان هو كان بيشوف حالة من الانبهار والاعجاب الشديد في بداية الزواج وبعدين بقى شخص عادي جدا، يعني ما بقتش تطيقه، ما بقتش متقبلها خالص. هي في الاول كانت شايفاه هيرو، شايفاه سوبرمان، شايفاه راجل هو الافضل على في العالم كله، ومع مرور السنين بقى خلاص بقى الصورة دي بقت فترة جدا وبقت ضعيفة وبقى ما بقاش في حالة من الاعجاب. فهي دايما المرأة عايزة تشوف زوجها السلوكيات او عايزة تشوف منه السلوكيات والصور اللي تثير اعجابها،
فمع مرور السنين الشخص الرجل لما بيكبر خلاص افكاره بتبقى متكرره، اسلوبه بيبقى متكرر، فما بيبقاش في حاله من الاعجاب. لكن لما بيبقى لكن لو الشاب الصغير بيبقى لسه افكاره بقى جديده فريش منطلق ومتفتح ذهنيا ونشيط ذهنيا، وبالتالي ده بيجذب السيدات الكبار. حتى لو جت نجمه مشهوره برضو بتنجذب الى شاب صغير يكون لسه ذهنه متفتح، وهي بتعجب او هتعجب اكيد بحاله النشاط الذهني ده وهتنجذب للشاب الصغير. وكمان مش بس كده، مش زي ما اتكلمنا عن العامل الذهني وهنتكلم عن العامل الشكلي. اكيد الشباب الصغيرين عضلات، لسه مفيش تجاعيد، القوام ممشوق، المظهر اجمل واكثر وسامه، وبالتالي المراه حتى لو كبيره تنجذب الى الشاب الصغير اللي هو الاكثر وسامه ورشاقه وممشوق القوام، ملامح من غير تجاعيد ومن غير صلع ومن غير شعر شايب او الكرش او زياده الوزن، كل الملامح اللي انتوا عارفينها اللي ممكن يكون شخص او رجل ما بياخدش باله من نفسه، فيبدا ان هو ملامحه الشكليه تتغير وما يبقاش بنفس الصوره الجميله اللي كان عليها زمان. من ضمن الاسباب برضو اللي بتخلي سيده كبيره او نجمه كبيره تتزوج من شاب اصغر في السن انها تشعر انها مرغوب فيها. بمعنى ايه؟ السيدات لما بيكبروا سواء بعد الانجاب او سنين طويلة من الزواج او بعد الانفصال او بعد الطلاق او ايا كان شكل نهاية العلاقة او شكلة الحياة اللي هي عايشاها، ما بتشعرش بانها مرغوب فيها بنفس الشكل اللي كانت عليه زمان، فعايزة تشعر بانوثتها وانها لسه بكامل انوثتها وانها مرغوب فيها وان الشباب الصغير هيتجننوا عليها. فالشعور ده كمان بيدفع بعض السيدات ان هم يبحثوا او يبقوا متقبلين جدا فكرة ان هم يتزوجوا من شاب صغير علشان تشعر بكامل انوثتها بعد ما بدأت تشعر قلة الاهتمام او ما كانتش بتحوز على اعجاب وانبهار زوجها بعد فترة طويلة من الزواج او بعد الانجاب وتغير ملامح طبعا اكيد شكلها وشخصيتها. في سبب كمان وهو الرغبة في التمتع بالحياة. بعض النساء كبار السن بيبقوا عايزين يستمتعوا بالحياة، بيبقوا عايزين يعيشوا في مغامرات جديدة، عايزين يسافروا، يطلعوا رحلة، سفاري، عايزين ينطلقوا، وده طبعا بيبقى مش متناسب مع راجل كبير في السن، عايز يرجع البيت كل يوم بالليل، بعد يوم مثلا شاق من التعب أو الشغل، عايز يرتاح، يصحى تاني يوم الصبح يوم روتيني وحياة روتينية. بعض السيدات أو بعض النساء ما بيستحملوش الحياة دي وبيبقوا عايزين ينطلقوا، أنا عايز أنطلق بقى في حياتي، مش عايز حاجة تأيدني، أنا عايز أسافر وعايز أطلع سفاري وعايز أسافر أشوف أكتشف بلاد جديدة، عايز اعمل حاجات مختلفة كتيرة في حياتي، وده بيبقى مش متناسب او بيبقى مش موجود في حالة الزوج الكبير. بعض السيدة، انا بقول بعض النساء، في نساء كبار صفاتهم مش كده خالص، احنا بس نذكر ان احنا بنجاوب على السيدات الكبار في السن او النجمات الكبيرة في السن اللي بتتزوج من شباب اصغر منهم. انا ما بتكلمش على كل الستات الكبيرة بتعمل كده، لا، انا بتكلم فقط على بعض النساء كبار السن او بعض النجمات لديهم جانب كبير جدا من الشهرة بيتزوجوا من شباب. بتذكر بس ان احنا ما بنتكلمش عن السيدات الكبار يعني. وبالتالي في الحالة دي بتبقى بتبحث المرأة عن شاب صغير يجريها في تطلعاتها ومغامراتها اللي عايزة تعملها في حياتها اللي جاية، عايزة شاب بقى يكون يعني نشيط لسه صغير عايز يتنطط ويسافر ويروح ويجي، ما عندوش مشكلة خلاص يجريها في كل اللي هي عايزاه، كل المغامرات اللي هي عايزة تعيشها في حياتها يعني. اكيد في سبب مهم جدا ومش هننساه وهو الرغبه في انها عايزه تشعر بالشباب الدائم. مفيش واحده ست عدت 30 سنه، اي ست تشوفها لسه ما جابتش 30 سنه، لسه ما عدتش 30 سنه، هي لسه في العشرينات. ازاي حتى لو عندها 60 سنه هي برضو ما عدتش 30 سنه؟ ازاي؟ ما اعرفش، هو كده. فمفيش واحده او في المطلق بشكل عام مفيش واحده تحب تشعر انها كبرت في السن، لا، تحب دايما تشعر انها صغيره في السن وانها لسه شباب. فانها تتزوج من شاب صغير ده يديها شعور قوي جدا انها صغير وانها لسه في مرحله الشباب. الرجل كمان بتبقى وتيره بتاعته اهدى، حركته ابطا، طبيعه الحياه كلها بتبقى خلاص حياه ناس كبيره، ها
هي مش عايزة تشعر الشعور انها كبرت في السن، هي عايزة تشعر دايما انها صغيرة، عايزة شاب صغير يديها ايحاء، يديها احساس من الحياة لسه فيها اثارة وحيوية ونشاط ومغامرة، عايزة تشعر لسه في شباب. وبالتالي ممكن المرأة تتزوج، المرأة الكبيرة سن او السيدة الكبيرة في السن تتزوج من شاب صغير علشان تشعر بانها لسه في مرحلة الشباب، شبابها لسه ما انتهاش، هي لسه في ريعان شبابها. واكيد كمان مش هننسى السبب الخاص بدعم الذات او الانتقام. لما بيبقى اتنين متزوجين، ودي يمكن بنشوف حالات كتير يعني من المشاهير، اعتقد وانت بتسمعوني دلوقتي او انتوا بتتفرجوا عليا اكيد جاء في بالكم شخصيات كتير من المشاهير بعد 20 سنه جواز و25 سنه جواز و30 سنه جواز اتطلقوا وانفصلوا، وتكتشف المراه خيانه الرجل وان هو اتجوز واحده اصغر منها، وبالتالي هي بيحصل حاله من الانفصال، بيبقى هي كمان عندها رغبه في اثبات ذاتها والانتقام، فتعمل ايه؟ تروح تتجوز شخص اصغر منها في السن علشان تثبت ذاتها وتثبت انها كمان كفيله وقادره على الرد. يعني الراجل يروح يتجوز واحده اصغر منه، وانا كمان عادي جدا اروح اتجوز واحد اصغر مني، وبيبقى الموضوع في اساسه اثبات للذات ورغبه فيها الانتقام. كنا اتكلمنا من شويه عن ان بعض النساء ما بيبقاش عايزين يشعروا بان بشخصيه الاب في الزوج، وبيبقوا عايزين يشعروا بحاله الرومانسيه ما بين الزوج والزوجه وبس. لا، في كمان سبب تاني لبعض السيدات او المراه الكبيره في السن تبقى عايزه تشعر بالاهتمام والاحتواء والرعايه، خاصه اذا كانت ارمله فقدت زوجها او طلاق ايا كان، النهايه المهم انها اتعودت ان يكون في راجل في حياتها يطبطب عليها، يطمئن عليها، يحتويها، هي اتعودت على الحنية، لازم يكون في راجل في حياتها. مين اللي بيكون لسه عنده الطاقة على الاحتواء والاهتمام ويكون لسه ما انهكش في الحياة؟ الشاب الصغير بيكون لسه منطلق، عنده قدرة على الاحتواء والاهتمام المبالغ فيه كمان في بعض الاوقات، وبالتالي ده بتكون محتاجاه المرأة الكبيرة في السن اللي هي لازم يكون في راجل في حياتها، ولازم تشعر بالاهتمام والرعاية والاحتواء والحاجات دي كلها، فبتجدها في الشاب الصغير.